حاجه دي صوت على بيتي تاني. يا الله من حاجه جميله جدا. السلام عليكم، كيف الحال؟ معلش يا شباب شويه مش اخير، لكن خلينا السيشن الضمنه كانت حلوه جدا. طيب يا شباب، انا مصعب محمد الامين MTN Sudan Marketing Information and Reporting، شغال في Business Intelligence and Data Analysis لفترة 6 سنين تقريبا. بديت من التخريج قبل من مشروع التخرج، وكنت معجب جدا من حاله، حاسس جدا انها هي حاجه مفيده وحاجه تنتهي قدام. من الحاجات اللي لعبتني لما جيت اشتغلت عشان اتخرج في الموضوع ده، انه اصلا ما كان في اي زول عارف يعني القصه دي شنو، ما في زول عارف يعني شو بزنس انترنت. تمام، هاي كان مشكلتي اكبر، كيف اوري الناس بيتنا يعني شو بزنس انترنت بعد ما اشتغلت فيه، يعني قصه. لكن المشكله الاكبر كان ما في زول عارف يعني شنو بزنس انترنت. انتوا الحمد لله حسي في فتره الناس بدات تعرف يعني شو بزنس انترنت، او يعني شو داتا اناليسيس اوفرول. تمام؟ لكن الناس كانت محتاجه تعرف يعني شنو بزنس انترنت ككونسبت، ما تفاصيل، ما في زول يقرا لي ليكشر يوريهم ديفينيشن اوف بزنس انترنت از ويكيبيديا. لا، زول يفهمني يعني شنو الكونسبت ده وجاي من وين وبحتاجه انا لشنو؟ بحتاجه انا واللي بيحتاجوه الناس الثانيين. تمام؟ طيب، ما تدخلوا الكلام الكثير، الكلام ده ما كثير، خفيف جديد. تمام؟ طيب، الليله حنتكلم عن البيزنس انتليجنت كونسبت، يعني شنو بيزنس انتليجنت داتا اناليسيس. اسمها بيزنس انتليجنت داتا اناليسيس ستوري، كيف بدات؟ وصلت لحد وين حسي؟ الكومبوننتس بتاعتها شكلها كيف؟ شكل الفرونت اند بتاعتها حتكون للناس الشغالين شنو؟ تمام؟ التولز هنتكلم شويه عن الابلكيشن اريا اللي اشتغلت عليها البزنس انتليجنت الموجوده فيها البزنس انتليجنت. هنتكلم عن الكاستمر اناليسيس، والحاجه بالمناسبه مربوطه ببعض. يعني انا قلت بزنس انتليجنت بعد ذلك تكلمت عن كاستمر اناليسيس. كاستمر اناليسيس يعني شنو انا داير افهم الكاستمر بتاعي. تمام؟ والكاستمر بتاعي ده زي ما حنشوف لي قدام ممكن يكون اي زول. اي زول بتتعامل معاه. طيب، هنتكلم شويه عن هاو تو بيلد ا كارير اون بزنس انتليجنت اند كاستمر اناليسيس. لانه لما انا اجي اقول لزول يعني شنو كاستمر اناليسيس، ما يعني يمكن شويه الاسم في شركات كبيره في اسم عديد اسمه كاستمر اناليسيس سبيشاليست فلان ده بيعاين الكاستمرز. لكن لو عينت دي هنكتشف انه كل ما كبرت الاورجنايزيشن بقى الاسم ده ذاته في كم اسم منه، كم رول، رولز ديفرنت رولز في ارياز مختلفه. ولو مشينا حتى في الشركات الاصغر بيكون الزول ده اسمه حاجه مختلفه، لكن هو بيعمل نفس الكلام. لانه البزنس الكاستمر اناليسيس ده زي ما قلت لكم ده بيهيفير موجود في الانسان عميق. انت لازم تتعامل مع زول عشان داير منه حاجه، ده كاستمر دايركت داير يشيل حاجه للزول، عارف انه اكس ده زول بيخاف بيهرش وبيشيله. انا عملت اناليسيس عرفت انه خاف على الشيء ده، صح؟ فكل الحاجات كل الناس اللي انت بتتعامل معاهم هم دايركت كاستمر فور يو، ففي الكونسبت ابلاي. تمام؟ هنتكلم كيف انه نبني الكارير بتاعتنا في المجال ده كويس؟ هنتكلم عن السكيلز، هنتكلم عن النولج اللي احنا هناخدها، هنشوف في روز اوريدي موجوده حاليا في ديفرنت سايز اوف كومباني. تمام؟ اكسبيرينسز اند سيرتيفيكتس related to Alfie. ما؟ طيب نبدا الموضوع ده. طيب
what BI and data analysis is all about. القصة دي بدأت من الثلاثة حاجات الموجودة قدامنا دي. الداتا، الانفورميشن، النوليدج. الداتا دي معلومات موجودة عند الناس. دي معلومة فات ظاهرة واضحة. اكس كده كده حصل كده كده. دي بالنسبة لي هي داتا. مصعب was moving at 12 PM for 3 minutes from location X. معلومة واضحة، معلومة عن حاجة واحدة ظاهرة. هذه فاز سوبرماركت of 2 cold drinks from brand Y with 4 SDG for a customer. معلومة واحدة واضحة. تمام؟ فيها كذا دايمنشن، كذا حتة أنا بعين بيها معلومة الزمن والوقت والناس، لكن في الآخر هي معلومة واحدة. لما نشيل مجموعة من المعلومات دي ولما عشان تديني معلومة جديدة new information. That's what we call the information. 1,000 people called from location X at 12 PM. دي أنا لميت ديلة مع بعض عشان آخذ معلومة جديدة. عرفت انه انا مصعب ضرب ليمومي الساعه كده المعلومه الجديده لما جبت كل الناس اللي اتكلموا عنها في الوقت ده انه في الحته دي كده زول اتكلم. نفسها لو مشيت لقدام قلت لوكيشن اكس has high quality customers و 12 PM is a rush hour. لاحظت دي معلومه inherited من الانفورميشن data. That's the knowledge that we need. دي المعلومة اللي أنا حاسين أستفيد منها كبزنس. تمام؟ طيب هنا قلنا الكلمة المهمة البزنس. البزنس انتليجنت، الكاستمر أناليسيس، دي كلها بيقول على اندستريال ساينسز. دي اندستريال حاجات بتاعة سوق بزنس. ناس بتاع بزنس بيجيبوا قروش كثيرة جدا جدا جدا. دايرين يجيبوا قروش أكثر. كيف يجيبوا قروش اكثر؟ محتاجين يعملوا يشوفوا انفورميشن عن البزنس بتاعهم. انفورميشن عن البزنس بتاعهم معناها بزنس انتليجنت. سيستم موجود فيه انفورميشن داير يطلع منه معلومات بشكل اكبر، بزنس انتليجنت. دايرين يحنكوا الكاستمرز بتاعهم. طيب داير احنك الكاستمر بتاعي، انا لازم اعرف الكاستمر بتاعي. اعرفه عشان اعرف كيف احنكه. خلاص عرفت الكاستمر بتاعي كيف، لازم يكون في طريقه انا بعرف بيها الكاستمر. دي الكاستمر اناليسيس. فالحاجات دي دريفن من البزنس حتى بعدها بقت ساينس. فحتى ما في بيها مراجع لو شفتها حتكون اكاديميك شديد، حتكون كل الحاجات فورمز. حتى الانستتيوتس اللي بيكون شغاله فيها بيفهم من شركه عشان تشيل الحاجات اللي عندها دي تو ابلاي على الكاستمر المسكين بتاعه.